كاميرون في الجزائر. هناك عدة شركات تسعى أن تكون هي صناعة، وإن شاء الله لا هناك، شوف هناك شركات نتفاوض معها، كي ننتهي سوف نعلن. الشركات المعروفة أي موجودة مثل شركة سيلونتيس، وهو مجمع كبير يحمل عدة علامات اتفقنا عليها أمضينا معه فيما يخص فيات، وإن شاء الله سنة 2023 انطلاقة فعلية لهذه الصناعة إلى الوصول. سوف يأتي كل مرحلة يأتي وقتها.